أمين، يا ترى مين اللي جاينا دلوقتي؟ قومي يا بنت افتحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا شوقي يا ابني، اتفضل. تعالى يا حبيبي اقعد. معلش أنا آسف، جيت لكم من غير ميعاد. روح يا بنت اعملي كوبايتين شاي. لا 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 لا، مفيش داعي، أنا عايزكم في كلمتين كده. اتفضل يا ابني قول، اتكلم. أنا جاي أطلب إيد تهاني. يلا يا بنت، يا بنت، يا هاني، هاني خد يا ابني، خد شوية ماء من فوقها. امسك. قومي بقى يا بنت، قومي اشربي. قومي يا بنت، فوقي بقى. يا بنت فوقي بقى، فوقي فوقي يا بنت، فوقي فوقي فوقي. أنا بحلم. صح بحلم. ده مش حلمي يا بنت الكلب، قومي كلم يا ابني، بنت هتفرفر مننا. الله، ما تلخصي بقى يا بنت، خليني أقول الكلمتين. لو هو عرف إني جيت الحارة الدنيا كلها هتبوظ. قول يا ابني، قول الكلمتين دول. احنا في الاول كده هنتجوز في السر. سر ازاي يا ابني؟ ده جواز يعني لازم كل الناس تعرف. معلش، لغايه ما الدنيا تهدى بس وكل الناس هتعرف. انا موافقه على كل حاجه. استني يا بت، اخرصي، سيبينا نتكلم الكلمتين. قول يا ابني. احنا هنقرا الفاتحه من غير زغاريط لغايه ما الدنيا تهدى وابويا يصالحني، واوعدكم ان انا هعمل لكم كل حاجه انتوا عايزينها. والله اللي تشوفه يا ابني. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لين آمين. كنت عارف انك هتعملي كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عبد الله؟ ايه يا عم مختفي ليه؟ هو انت اتجوزت ولا اتحبست؟ يا عم انت ما تسالش، عمال تستفهم على قلبك. يا ساتر يا رب. كده برضه عبد الله انت تكرري الخير؟ لا انا بهزر يا نبيل، انت ابن حلال وتستاهل كل خير. الله يكرمك. تشرب ايه؟ لا لا انا مستعجل، كنت عايزك في موضوع كده. بس انا ربع ساعة وعندي ميعاد مهم. ماشي يا عم، مهم. بقول لك يا نبيل. انا عايز ابيع التاكسي. ايه؟ تبيع التاكسي؟ انت اتجننت يالا. في مصلحة كده وكنت عايز ابيعها. مصلحة ايه؟ مصلحة يا نبيل. ماشي، يعني انت مش عايز تقول، انت حر. عايز تبيعه بكام؟ يا عم انا ما بفهمش في حاجة زي كده، بيع واشتري براحتك. بص، هو يعمل له 35 باكو، قول بالنمر 40 باكو. انا موافق؟ تمام، بيع واديني 20 بتوعي. وانت طبعا هتاخد الفلوس تصرفها وتقعد جنب مراتك. لا لا، في مصلحة كبيرة. التاكسي ده عزيز عليا قوي يا عبد الله، ده فتحة الخير علينا، هاخده انا منك. بص، هظبط العقود وهديك القرشينات وخلي بالك من نفسك. تلاشى بيع بقى. ما تجيبش سيجاره يا بيتر. منين يا نيو؟ اخر قتيل. تعبان قوي يا بيتر، ما تسيبنيش يا صاحبي. اعمل لك ايه؟ انت اللي لوزك عيلي. ده انا حتى بعت التلفزيون لحالتنا، ده ابويا لو عرف هيسقطني. ما تروح يا بيتا لابوك ولا تشوف اي حاجه يا بيتا، وانا صاحبك يعني. ابويا ايه يا عم؟ انت عارف ابويا ايدك والامر منه، ما تروح لابوك انت يا عم وظبط. بيتا دماغي. دماغي دي خلاص هتنفجر. بقول لك ايه قبل ما تنفجر وتطرطش علينا كده، ما تروح لعمتك سناء، ما الدنيا مش ظابطه معاها اليومين دول. دي ما هتصدق تفتن لابويا وتفضحني. مش انت قلت ان ابوك كاتب البيت باسمك؟ والولايه عمتي هتموت وتشتريه. طب ما هي باينه يعني. روح لعمتك وبيع لها البيت وظبطنا بقى. ما انا لو اعرف بس ابويا عين العقود فين، وربنا كنت بعت امه في ثانيه. انا مش عارف انت مقفلها ليه، ما هي باينه. اخيرا ابوك حاطط العقود في البيت، روح البيت والشقلب جوه هتلاقيها. بقول لك يا زميلي، انت هتغطيني. انت هتروح لابويا في الورشه وتشقر عليه. ابوك ايه ورشه ايه يا نغوه؟ ابوك لو شافني هيلطشني. اسمع مني يا بيتا، انا برضك هشد لغايه بيتنا وامن وانا داخل. لو حصل اي حاجه ادعي لها صاحبي. ماشي يا نغوه، ادعي لها صاحبي. ربنا يفتح عليك يا نغوه، وعلينا وعلى كل الناس اللي حوالينا. ربنا معاك يا ورشه. يابا انا جيت يابا. يابا
مولانا؟ مولاني في ايه؟ هو يعرفك؟ يعرفني منين بس يا عبد الله؟ امال بيقول لك يا مولانا ليه؟ يا اخي الراجل عنده نظر. المهم انت عملت ايه؟ جاهز؟ جاهز. حلو، ايدك بقى على الفلوس عشان الحق اكمل انا كمان نصيبي ونجيب الزبق ونشتغل بقى يا عبد الله. امسك 20,000 جنيه اهم. بتعمل ايه؟ عدهم في اي حته تانيه، اشرب الشاي بتاعك واتكل على الله ما تودناش في داهيه. الله على دماغك يا عبد الله، الله على دماغك. تصدق وتامن بالله انا كمان مش هشرب الشاي. يلا وفرت. سلام عليكم. سلام. ولا سردينه. بقول لك ايه يالا، انت تعرف الراجل ده؟ اعرفه ولا عمري شفته، بس هو شكله شمال اصلا. شمال؟ شمال ايه يالا؟ انت هتحور معاه ولا ايه؟ شفته قبل كده يعني؟ ولا عمري شفته. ما بتقول يا مولانا ليه؟ لغة يا مولانا، يا نجم، يا شيخ، يا عموم، يا برنس، حسب اللي يطلع. يطلع انت هتطلع نفوخي. استر يا رب. اهو جبت الجنباه في الاوضة. اصل يا بنتي بنروح مع بعض. بس ما تلغوش وننام، انتوا مهددين من الغسيل. طيب يا حبيبتي، انا تعبت قوي من الغسلة دي يا صفية. ومن سمعك حاسه ان قلبي هيقف يا سعديه. صباح يا قلبي، مدوخينها في الوزاره لغايه دلوقتي، ما ادوهاش الموافقه. لا ولسه ده بعد الموافقه يقول لك يستنوا الدور لما يفضى سرير. وماله يا اختي ما تستني، انت وراكي حاجه يعني؟ نفسي اشوف ابني قبل ما اموت. اختي عليكي هتهري وتنكت في نفسها بقى. يا اختي الواد زمانه بلعلت مع نسوان الخواجات البيت، ولا دريان ولا دريان بيكي. اختي ينزل يشوفني وبعدين يبقى يرجع يسافر تاني وانا مش امه. ربنا معايا، ربنا العالم بحاله يا اختي. حلو ايه يا صفية؟ ده يا القلبها حجر بعيد عني. صدقي الحكيمة كان عندها حق يا بنت، احنا ملناش وقعد مع بعض. طول ما احنا جنب بعض كده هنفضل نرغي يا اختي، نرغي ونقول اللي نفسنا فيه، والكلام كمان هيستكتروه علينا. عارفة سعدية؟ احنا هنموت يا بنت جنب بعض واحنا بنرغي. بعد الشر علينا بعد عمر طويل، احنا لسه شباب. لسه ايه؟ شباب يا ولية. النهارده الثانوية بتاعت أبوك يا منى. عارفة يا أم؟ عارفة. طب يا بنتي نجيب لنا كده دستتين كراسي ونعمل له عزا صغير، ده من يوم ما مات يا حبة عيني ما خدناش العزا فيه. ما قلت لك مش هعمل عزا غير لما أعرف مين اللي قتل. يا أختي هو إحنا في الصعيد هنا؟ بقول لك إيه بقى، قفلي على الموضوع ده. قفلي. قفلنا. بقول لك إيه؟ صلاح جالي المحل النهارده ووشه مقلوب. قلت له إيه؟ زي ما قلت لي، راحت تقعد لها يومين عند خالها. اتجنن؟ خالها مين؟ ومن امتى طلع لها خال؟ وليه طول النهار قافله الموبايل بتاعها لما فرملي نافوخي؟ انا عايزاه بقى يتجنن، عايزاه كده يقعد على نار عشان يعرف ان بنات الناس مش لعب. انا نازله افتح المحل يا امي. محل ايه؟ افرش شايفك، هتقولي له ايه؟ عادي يعني، لسه راجعه من عند خالي. فيها حاجه دي؟ يا اختي ده انت بنت محدش يقدرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيب بدري يعني يا عبد الله.
اروح فين يعني؟ هو السمكري ده ايه؟ مش ناوي يخلص التاكس بقى؟ بقى له يومين رائد عنده. ما يخلص وقت ما يخلص، ايه؟ محتاجة حاجة؟ محتاجة شغل يا عبد الله، هو أنت هتفضل قاعد في البيت كده؟ لا، أنا ما أحبش الراجل اللي يتمنى قاعد في البيت. فيه يا بت؟ أجي بدري مش عاجب، أجي متأخر مش عارف، فيه إيه؟ هخلص الأكل وأروح عند أمك. فيها أمك؟ ساعة ما اتجوزنا وأنت قاعدة عند أمك، تقعدي هناك أكتر ما تقعدي في بيتك. أمي تعبانة يا عبد الله، أمي تعبانة عمرها ما قالت آه. وأنا مش عارف أعمل لها إيه. تعمل لي أكتر من كده؟ أنت إداكي ليتك. أنت بقى الموضوع ده مضايقك في إيه؟ مضايقني ولا حاجة. مراتي بتدي أمها كليتها. وأمي بتحوج غلط. الدنيا ملخبطة. إيه أمك بتحوج غلط دي يا عبد الله يعني إيه؟ بقول لك يا صباح أنا بخرف، سيبيني في حالي، أنا مخنوق، مخنوق! إيه؟ خلاص الأكل خلينا نغور من هنا. خلاص يابا ارتحت كده؟ ايوه ارتحت. طالما حمار ما بتفهمش يا واد. انا خدت الاوضه الكبيره علشان احنا ثلاثه، انا ومراتي والواد الصغير. انما انت حيالله انت ومراتك يا سيدي، اما تبقى تخلف يبقى تعالى خد الاوضه الكبيره. وبعدين ده بيتي انا حر فيه. ايه خلاص يلا الغار قول. ما تزعلش يا بليل، أنا السبب. لولا إن أنا ما بخلفش ما كانش أكلمك كده. أنا جاي أكرهني في الخلفة من أصل. أنا أخلف عيل وأقعد أزهقه في عيشته ليه؟ وأجيب عيل فين والدنيا كل مدى ما بتضيق علينا؟ الحمد لله على كل حال. يعني مش زعلان يا أخويا؟ يا بت يا بت صلى على النبي. أزعل من إيه؟ ده بكره هتروق وتحلم، ديتها بس الراجل ينجح في الانتخابات وهتشوف الفلوس بجد يا بنت. بقول لك إيه؟ إيه؟ هو أنا يعني عايز أقول لك حاجة كده، ما تيجي نجرب القطة دي. إشمعنى؟ أبويا خلف فيها، يمكن يحصل لنا نصيب. بعد إذنك يا معلم ضبط، ممكن نعلق اليافطة دي. اليافطة دي بتاعت الحاج لطفي اللي مرشح نفسه؟ أيوه يا معلم. علقها يا ابني، ده راجل طيب. بص علقها هنا كده. تذكر يا معلم، خد يا ابني امسك. مش كنا مستنيين صباح لما يعني احنا نتكفي على وشنا كده يا اختي؟ بنت دايخه معانا قد احنا بنتسند على بعض. الله يسلمك. ايه ده يما ده؟ اسندي عليا. حسبي يما، اسندي عليا، اسندي عليا يا خالتي. طيب يا اختي. ليه كده يما؟ ما استنيتونيش ليه كده؟ تخرجوا لوحديكوا؟ مش قادرين تمشوا؟ بتيجي يا بت. مال عليك؟ طب اسندي. لا يزيجي كان جه من الصبح يا صباح. يا وليا. يا وليا ما تسمي لسانك اللي زي الفرقين ده حتى واحنا تعبانين. خدوه لك يا صباح ودخليه. لا لا انا وصلت خلاص بيت اهو. رح يوصلي خالتي. ابقى ادخلك يما. لا اوعي يا بت، انت عبيطه يا بت. كل شويه اقول لك عليها يا بت. يما انت قادره تمشي؟ قادره تشبع. خلاص حطك بقى. مالك يما؟ مع السلامه. على مهلك، خلي بالك. على مهلك يما. حاضر اهو. مجتمع ايه ده اللي يحرمني مني؟ هيقولوا جابت البت دي منين؟ مش يمكن لو اتبنيتها تعوضني عن عمري اللي فات؟ يا ترى ليه يا عمر اتجوز واخلف واسمع كلمه ماما؟ ما يمكن ماليش نصيب اتجوز وربنا بعت لي مية عشان كده. بس ما حدش فاهم، حتى أمي.
الو، اكلم مي لو سمحت. ايه؟ شكرا. راجل كداب بيكذب. مي يا حبيبتي، احنا اتفقنا اي حد كان ليكي علاقه بيه قبل كده هتنسيه تماما. انا فهمتك صح؟ يلا يلا حبيبتي خش اوضتك. شفتي؟ اهي ابتدت المشاكل. ليه؟ مين كان بيكلمك؟ اي واحده كانت مرتبطه بيها ايام ما كانت في الدار. قلت لك ما تقلقش، مي بنت جميله وهتنسى بسرعه صدقني. ماشي يا حبيبتي. طب انا هسيبك بقى عشان اشوف مي. بص يا استاذ تمام، ما اخبيش عليك، من اول ما البرنامج بدا وبدأت تيجي إعلانات كتير واتصالات كتير لدرجة إن البرنامج بقى أهم برنامج في المحطة. ألف حمد وشكر ليك يا رب. هو سعادتك ده مش كلامي طبعاً، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. أيوة بس إحنا محتاجين نطور البرنامج شوية يا فندم. نطوره إزاي يعني؟ يعني تفسيرك للأحلام واكل مع الناس قوي، وكل الاتصالات اللي جاية من ناس بتفسر أحلامها. ايوه بس انا سعادتك ما بفسرش احلام ولا خالص، ده انا حتى ما بفهمش في تفسير الاحلام، ده الحكايه جت بالصدفه كده مرتين او ثلاثه على الاكثر. كل اللي مطلوب منك انك ترد الحلم لله وللرسول عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. وبعدين احنا مش بننصب على الناس، والاحلام زي ما انت عارف نصها يا تخاريف يا نصها حاجات بتفكر فيها الناس قبل ما تنام. المطلوب منك انك تحس اللي بيتصل على ان حلمه ده خير وتطمنه وتقربه من ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين يا سيدي حتى لو فسرت غلط اديك بتقرب الناس من العباده والمعامله الحسن. والله ما عارف اقول لسعادتك ايه، بس بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كل كلام حضرتك منطقي. اي تفسير لاي حلم يحتمل اجابه واحده، ولو حضرتك فشلت ممكن حضرتك تقول لهم اجابه منطقيه جدا، يعني هتحسهم على الصلاه او التعامل ما بين الناس يكون بما يرضي الله ورسوله او صله الرحم. ومتهيالي كده يا استاذ مفيش اي نصب. طبعا لا مفيش، بس يعني كده البرنامج كله هيبقى اتصالات من ناس عايزه تفسر احلامها. يا ريت، وربنا ما يقطع لنا اتصال. وخد بالك كل ما الاتصالات بتزيد كل ما اجرك في القناه بيعلى ويزيد، والناس بتصدقك. هيصدقوا ان شاء الله، ان شاء الله هيصدقوا. وامسك. امسك ايه سعادتك؟ ده كتاب في تفسير الاحلام، هيساعدك وهيفيدك، ويا ريت تقعد انت والانسه ايمان وتظبطوا لي الحلقه. بس انا حاسه كده ان حضرتك تعبان شويه، ممكن حضرتك تمشي وانا اظبط الحلقه واشوفك قبل ما نطلع على الهوا. لا بالعكس انا مش تعبان خالص، انا بس كنت عايز اعرف انت بتفكري ان احنا نبتدي الحلقه ازاي. ان شاء الله. تعرف ان حضرتك فيك شبه كبير من بابا، بس طبعا انت اصغر منه. هو انا الحقيقه مش كبير قوي، بس برضه مش صغير قوي. بالعكس بقى، انا ساعات كتير قوي بشوفك طفل، خصوصا وانت بترد على الناس على الهوا، بترد عليهم بمنتهى الطفوله. لا حول ولا قوه الا بالله، استغفر الله العظيم يا رب. وانا مش كبير قوي صحيح، بس مش لدرجه ان طفل يعني. ما قلتليش هنبتدي الحلقه ازاي ان شاء الله. بصراحه كده انا مش عايزه اتعبك. لا بالعكس انا مش تعبان خالص، ده شغل وانا في الشغل ما تعبش ابدا. تصدقني يا استاذ لو قلت لك ان انا حاسه كده ان انت مش عايز نكتب لك اي كلمه تبدا بيها البرنامج؟ عارف ليه ان شاء الله؟ علشان اي كلمه بتقولها بتخش قلب المتفرج على طول، حتى لو كانت الكلمه دي غلط. انت قريت الكتاب ده قبل كده؟ لا للاسف ما قريتهوش. هو انت برجي ايه؟ هو حضرتك ليك في الابراج؟ لا ماليش، لا في الابراج ولا في الاحلام
والله انا ما عارف سالتك السؤال ده ليه اصلا يعني. نزل يلا سردينا اليافطه دي نزل. ده كلام برضو، ده كلام يا معلم جابر، ده اللي اتفقنا عليه، ده الراجل زمانه جاي دلوقتي. جرايه يا معلم جابر، مش احنا مظبطين يا اخوانا؟ الراجل جه لحد هنا بنفسه وسلم علينا وطلب منا على اهله. طلبه مرفوض، مفيش شفط في الحاره خالص غير الاستاذ حمزه. محدش هينجح غير الاستاذ حمزه غصب عن اي حد، وكلنا عارفين ده راجل خدوم بيخدم اهل حتته. الله، وبعدين هو يعني كسفني فعلقتها له. اذا كان كده استاذ تمام، ما تنساش الاستاذ حمزه. استاذ تمام. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا استاذ، هو التلفزيون خدك مننا ولا ايه؟ ده انت حتى ما بقتش بتسمعنا. معلش يا معلم، والله غصب عني. استاذ تمام، ما تنساش الاستاذ حمزه، ده راجل خدوم. اوعى تنساه في الانتخابات. طبعا، حاضر ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتخابات ايه وباب ايه؟ يا عم سيبني في اللي انا فيه، ده اللي فيا مكفيني. هل يعني ايه ناقصاك انت الاخر؟ يلا يالا. يلا ايه؟ انت هتحجز لها هنا؟ ايوه ايوه، ما هو ده الفندق اللي عايز تنزل فيه. طب خلاص خش انت بقى احجز لها وانا مستنيك هنا. مستنيك هنا؟ اهو. ما تيجي معايا يالا. لا يا عم ماليش انا في الاماكن الجامده دي، انا هستناك هنا اهو. خش. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ خليك انت بقى جنب العربيه، ولو حصل حاجه هديك رن. وهترن لي هعمل لك ايه يعني؟ روح روح. تبقى تلحقني يا اخي. يا عم ربنا يسترها. روح روح، انت هتورطني. حضرتك يا باشا كنت عاوز احجز اوضه. لمين حضرتك؟ واحده جايه من لبنان. قربت يعني. لبنانيه ولا مصريه؟ لا لبنانيه. سنجل ولا دبل؟ اوضه كويسه خلاص. يعني الفرد ولا اتنين؟ ممكن تكون جايه مع واحده صاحبتها. $150 في الليله. ايوه. كام مصري يعني؟ حوالي 800 مصري. لا هي جايه لوحدها. طب صدقني هروح بس لحد البيت اجيب لك فلوس واجي على طول. النهارده؟ ايوه النهارده، هوصل بس البيت واجي عشان ما فيش امكانيه بعد كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه طمني، عملت ايه؟ طلعت الليله 800 جنيه. وعملت ايه؟ اعمل ايه يعني؟ هدفع ليلتين وهي تكمل وهتبقى حركه. ماشي يا عم الحركه، اتفضل. صح كده؟ ما صح كده، هنعمل ايه؟ ما انت ورطتنا. يلا يلا. شاي بقى باكلها ابويا. تسلم ايدك. بمناسبة موضوع ابوكي ده، ابوكي ده راجل طيب، راجل غلبان، وانت بصراحة كده يعني تتكلمي معاه بطريقة بايخة قوي. المفروض تتكلمي معاه بطريقة أحسن من كده. ده برضه ابوكي. ده كان زمان قبل ما ترضى عني. مالك تاني في ايه؟ أنا دلوقتي أبوس إيده كل يوم. مالك تاني في ايه؟ شوقي إيه؟ انا كنت عايزه اقول لك على حاجه كده. ايه قولي. انا عايزه اتنقب. ليه يعني؟ ده انا قلت انت هتفرح لما اقول لك. اوعي تفتكري ان البنت لما تكون كويسه تكون كويسه يعني عشان متغطيه ولا عشان منقبه. البنت بتبقى كويسه بسبب ادابها، تدينها، خوفها على نفسها، احترامها، مش انها تتنقب. وبعدين يعني ما هي ممكن تبقى منقبه ومش باين منها غير عينيها، وبعينيها دي توقع ادخن شنب. صح؟ عندك حق. وبعدين يعني ماله الحجاب؟ الحجاب حلو، حجاب جميل، جميل يعني. اصل البنات بتوع اليومين دول المحجبين الشنس بيبقى لازق على جسمها كده. يعني في واحدة محجبة مش مؤدبة،
يبقى كل المحجبات مش مؤدبين؟ يعني انا بس كنت بقول لك ان الحجاب مش زي ما انت فاهم. واحنا مالنا؟ وبعدين ما انا عشان كده قلت لك البنت المؤدبه مش بلبسها ولا بالحجاب ولا بالخمار ولا باي حاجه، البنت بنفسها هي عايزه ايه، هي عايزه تعمل ايه. وبعدين انا شايف يعني ان البنت لازم كل اللي تبقى مركزه فيه ازاي تداري مفاتن جسمها، وانت اكيد عارفه زي ما كل البنات عارفين ازاي يداروا جسمهم وازاي يحافظوا عليه. وبعدين بما اني هبقى جوزك اديني بقول لك اهو يا ستي، داري جسمك وحافظي عليه وغطيه، وانت اكيد بقى عارفه هتغطيه ازاي، مش انا اللي هقول، مش كده ولا ايه؟ ما الحكومه دلوقتي هتمنع النقاب. ما هو يعني ليهم حق، لان في ناس بيستخدموا النقاب ده غلط، في ستات وفي رجاله بيستخدموا النقاب غلط، فلازم يمنعوه. لكن ما هو يعني ما هو سايبين الخمار وسايبين الحجاب. يعني بلاش اتنقب؟ انا شايف ان الحجاب كفايه او حتى الخمار مش مشكله، بس اهم حاجه زي ما قلت لك ما ينفعش تبقي لابسه حجاب ولابسه بنطلون جينز ضيق من تحت، ها كده تبقي بتستعبطي. يعني ما استعبطش عليك يعني؟ بقول لك ايه، طب انا همشي. لا خلاص خلاص والله العظيم ما هستعبط تاني. ما قلتليش عامل ايه في جوازتك الجديده؟ مية مية دكتورة والبركة فيك. طب علي النعمة لولاك كان زماني اتخلعت. الله يخليك. ايوه بس انا قصدي اقول ان كل يوم كده خطر عليك وعلى سنك. يا عم العمر واحد والرب واحد، وبعدين اللي جاي مش قد اللي راح. الله الله رايك، كل واحد بقى ليه عقل يدبر نفسه. لا يا دكتوره بس بفهم. لا 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 ما تفهمنيش غلط يا معلم جابر، انا ما اقصدش كده يعني، انا اقصد اللي انت بتاخده هو اللي معيشك وخليك تفهم. متهيألك يا دكتور ده علاج. جسم البني ادم ده لا مؤاخذه زيه زي اي مكنه، له عمر افتراضي، يعني هتجيب شاب زي انا وانت فلازم من وقت للتاني تتزيت، ولا يا دكتور؟ ماشي يا اخوي، افضل زيت انت في المكن لحد ما تعطل المكنة. يبقى ربك اللي عايز كده، هنعمل احنا ايه بقى؟ نعمة بالله. لا مؤاخذة يا دكتور، يعني في سؤال. ده انت لا مؤاخذة عامل ايه؟ انت راجل انت هتعك معايا ولا ايه؟ قوم اجري قوم. يا عم بروح عليا انا ما اقصدش يا دكتور. الله الله يا راجل غلط صحيح، هيقول لي مكنة مش مكنة، روح اتوكل على الله روح. يا عم الحق عليا، عايز اقفل معاك بدل ما تقفل معايا كده. يا اخي مش هقفل، انا قاعد بقيت فيها. خليك قاعد. قول لي ماك انا بقى عكننا على اخر الليل. حن عليا، حن عليا وبين المستخبي، حن عليا وبين المستخبي. انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب انا صرفت كل اللي حلت يا رب. طب اعمل ايه؟ خرج الامانه بقى، خرج الامانه، خرج المستخبي، خرج اي حاجه يا رب، ده انا صرفت كل اللي حلت يا رب يا رب، خرج اي حاجه اي حاجه. اعمل ايه؟ قفل تليفونك ليه؟ قفل تليفونك ليه؟ انا جبت لك الزبق الزفت الاحمر، طلبت الزيبه جبت لك الزيب، انت فين؟ استغفر الله العظيم. اعمل ايه؟ قفل تليفون، اكلم نبيل. سهل البصمات بقى زي اهلا يا حبيبي، عامل ايه؟ عامل ايه؟ انت فين يا عم؟ محدش سامع صوتك. انا برضه اتغيرت ولا انت؟ ولا اتغيرت ولا حاجه. بعدين انا مش عارف مالك اليومين دول، في ايه؟ امورنا كلها. بقول لك يا نبيل، انت فاكر الراجل بتاع الاسرار اللي انا قابلته عندك؟ اه فاكره. عايز منه ايه الراجل ده؟ ما هو متنيل قافل تليفونه. اه انا عايز ضروري، انا عايز ضروري يا نبيل، عايز ضروري. يخرب بيتك ده نصاب.